ضبطت اللجان الأمنية عددا من المغرر بهم الذين عادوا من مارب بعد أن تم استغلال أوضاعهم المعيشية من قبل حزب الإصلاح والزج بهم في الجبهات للقتال مع الغزاة والمرتزقة. المغرر بهم عبروا عن ندمهم الشديد ودعوا بقية الشباب إلى العودة إلى جادة الصواب والوقوف في صف الوطن. مجموعة أخرى من المغرر بهم من قبل بعض المغرضين والمرتزقة وحزب الإصلاح تم القبض عليهم من قبل الجيش واللجان الشعبية أثناء عودتهم من الوديعة ومأرب. يتضح جليا من خلال هؤلاء الأشخاص الدور الذي يقوم به أعداء الشعب والوطن من محاولات يائسة للإضرار بمصالح الوطن والأمة وإذكاء الفرقة وإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ودفعهم إلى الاحتراب فيما بينهم تنفيذا لأهداف العدو الداخلي والخارجي، مستخدمين في ذلك أسوأ الأساليب وأقدرها، إذ لا يتورع قادة المرتزقة أمثال هاشم الأحمر وأعوانهم عن التغرير بشباب الوطن لاستقطابهم إلى محارق الموت، مستغلين في ذلك الظروف المعيشية وفقر هؤلاء الشباب ومعاناتهم جراء الحرب التي أشغلها العدوان السعودي الدموي ومرتزقته في الداخل. طلعت مأرب أدور لي شغل ورجعت سجلنا مع المجندين هؤلاء واستلمنا راتب وضوينا. والله نزلنا من قل ما أديها يعني من قل شغل. كنا ضاوين من الوديعة. لا قالوا نبقى عسكر هناك مدري ايش بالدبوش ومشينا هناك. تعسكر جلس شهرين ورحت لي ضبحت ضقت مع تعسكر ترى دورات بينهم ما دريت ما قد نزلت قدام أزمة والله ما غير هي نزلتنا. يضحي قادة الارتزاق والعمالة بأبناء وطنهم لتحقيق أحلامهم الزائفة المتمثلة بالعودة إلى الحكم والسيطرة على مقدرات الشعب والوطن، متناسين أن ذاك الزمن قد ولى دون ما رجع وأن اليمن لهم بالمرصاد. اكتشف بعض المغرر بهم من أعضاء حزب الإصلاح زيف وخداع هذا الحزب وإسهامه في التنكيل بأبناء الوطن واستغلالهم لصالح قادته المتشدقين بالإيمان وحب الوطن. إنهم قاموا علي بعصبيات واتهموني إن أنا عميل الأنصار الله. وأنا ما أنا عميل الأنصار الله، أنا جالس طول عمري في صنعاء وأشتغل وأمشي وأطلع وأنا صدق يعني حقيقة أني أنا مع الصدق معيد هكذا من تأييدي أنا معيد الحزب التجمع اليمني الإصلاح. نزلنا هناك تعسكر. تعسكر مع من؟ مع الأخوان. قالوا لنا من أصحابنا الأخوان هذاك يعني نزلنا نتعسكر ووصلنا نتعسكر. أيوه. يعني رجعت حصل بيني انا وهم خلاف ومشيت رحت لي. انتمي للتجمع اليمني الاصلاح من باب انهم شديد عسكروا حتى ان البعض يعني فعلوا فتره وبطلوا يعني وما ماش معهم مرتبات ما في شيء روحوا. اكتشفت ما انشاء الاصلاح من مجاميع ومن تخريب ومن اعتداء على الجيش واللجان الشعبيه فاني ابرأ عند الله من هذا وأمام الشعب وأنصحهم كل صديق لي أو زميل لي أو صاحب لي أن يغادر التجمع اليمني للإصلاح حيث هو أعماله غير مشرفة. نصيحتي لزملائي في تجمع اليمني للإصلاح أن يكفي ما حدث والله من هذا العدوان الهمجي الذي أصيب بها اليمن وأصبح هناك اليمنيين وأن لا يشاركوا في هذا العدوان وأن يحقنوا دماء اليمنيين. على العكس من معاملة حزب الإصلاح وغيرهم من المرتزقة لقي هؤلاء المغرر بهم معاملة إنسانية حسنة من قبل الجيش واللجان الشعبية خلافا لما كانوا يتوقعونه نتيجة التعبئة الخاطئة التي يمارسها قادة المرتزقة والخونة. انضمت للإصلاح تقريبا عام 96 على أن هؤلاء الناس يعني لن يقبلوا بأحد غير أنفسهم وأنهم سيصفوا الناس وكذا. ما رأينا إلا تعامل طيب وتعامل أخوي وما رأينا والله إلا كل خير. ما رأينا يعني ما رأينا أقول لك الصدق إلا خاصة في السجن تعامل طيب تعامل أخوي حتى الإنسان أصبح
ممكن يكون إذا أتيحت الفرصة بتكون هناك فترة مراجعات ووضع النقاط على الحروف، لأنه سبحان الله العظيم بن آدم يموت وهو يتعلم كما يقولون. والله بصراحة من شخصي أنا، لأنهم بصراحة يعني أحسن تأمل، ليس ملابس، أعطونا ملابس، أكلونا شرب الحمد لله، يعني تأمل يعني راضي جدا فعلا. أنا بنفسي أنا لم أعرف أحد، أنا بنفسي شخصيا ما أعرف أحد من أنصار الله، ما أعرف أحد فعلا، أنا أعرف أحد فعلا، رغم أسماء أنه أسماء مسؤول أنصار الله عندنا في الأزلة، أنا والله عندي أفضل واحد مسؤول الأزلة عندي أنصار الله، ليس أنا ليس مشكلة بين أنصار الله فعلا. فهم والله أنا عندما وصلنا إليهم فأنا تغيرت النظرة وانعكست ماذا ما كان عندي. أنا صراحة لم أثق بأحد حتى أميزه، لكن عندما جئت صراحة تأمل راقي فعلا وأخلاقي، ويمثلون المسائل القرآنية فعلا انعكست النظرة. فأنا والله صراحة ارتحت لهم من داخل قلبي فعلا. حقيقة واحدة تظل قائمة وتدحض كل محاولات وأقاويل العملاء، وهي أن هؤلاء المغرر بهم وأمثالهم من الشباب اكتشفوا ما كان يروج له العملاء من كذب وخداع، وزاد إيمانهم بأهمية محاربتهم للعدو والوقوف إلى جانب أبناء الجيش واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء الوطن، وعدم الانجرار إلى الرداء الذي يصنعه المرتزقة وأعوانه.